إنهم يجيدون الزراعة ويجتهدون في العمل، هلموا إلي. إنهن إماء مطيعات، هلموا إلينا. لا تفوتوا الفرصة، هل منكم من يشتري هؤلاء العبيد؟ كثيراً ما يقوم بعض الحاقدين على الإسلام والمشككين في شريعته بذمه وبتوجيه أصابع الاتهام إليه، ومن إحدى المسائل التي يكثر أولئك الكلام حولها هي مسألة الرق، فقل أن تجد كاتباً غربياً كتب عن العرب والمسلمين إلا وتطاول عليهم في هذه المسألة، فهم تارة يقولون أن الإسلام يبيح الرق وأنه أقره تارة أخرى، ولكن مما لا شك فيه أن الإسلام لم يبتكر مسألة الرق، وإنما كان أمراً قائماً في العالم، فجاء الإسلام وعمل على إنهائه وتلاشيه. فما هو الرق؟ ما هي نظرة الإسلام له؟ وكيف سعى إلى إنهائه؟ الرق هو امتلاك الإنسان للإنسان، فيكون الرقيق ملكاً لسيده، وقد عرفت الحضارات والأمم السابقة على الإسلام كالحضارة اليونانية والرومانية وغيرهم ظاهرة الرق على أوسع نطاق ممكن، ولم يختلف الحال لدى العرب قبل الإسلام عن غيرهم من الأمم في ميدان الرق. تأكل عبدك من إناء واحد؟ ما تقول قريش إن عرفتن ابن عتبة بن ربيعة سيد عبد شمس يطاعم عبده في إناء واحد؟ كان الناس ينظرون إلى ظاهرة الرق كأنها نظام فطري لا غنى عنها، فلم يكن هناك حر يأمن الاسترقاق، فانتصار جيش في معركة أو عجز عن تسديد دين قد يحول الكثير من السادة الأحرار إلى أرقاء. كان الرقيق يباعون في أسواق النخاسة ويستعملون في أغراض شتى، في الخدمات المنزلية، البنائية، العسكرية والزراعية، ولذلك شكلت طبقة العبيد ركناً أساسياً في المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه، ورغم ذلك فقد عاش هؤلاء الرقيق حياة الذل والاضطهاد والتعذيب. كان الرق قبل البعثة النبوية ركناً من أركان الاقتصاد لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، فكان تحريمه بأمر مفاجئ دون مقدمات يترتب عليه انهيار اقتصادي ووأد للدعوة في بدايتها، فاختار الإسلام أسلوباً تدريجياً للتعامل مع هذه الظاهرة. أن الرقيق والعبيد كانوا عجلة الاقتصاد في الجزيرة العربية، المزارع هو العبيد، التاجر هو العبيد، الصانع هو العبيد. العرب ما كانوا يمارسوا، كانوا قاعدين لابس الغطرة والعقال وقاعد مرتاح. زين، الذي يمارس الزراعة والصناعة والتجارة والحمل كله الرقيق، كان كل الحمل على الرقيق. لو جاء الإسلام وألغى الرقيق لعطل الحركة الاقتصادية آنذاك، لذلك ألغى الإسلام الرق بطريقة تدريجية وليس بطريقة دفعية حفاظاً على استمرار عجلة الاقتصاد. عمد الإسلام إلى وضع خطة عبادية اجتماعية للتملص التدريجي من ربقة ذلك النظام العالمي السائد، وذلك من خلال عدة أمور. العرب قبل أن يجي الإسلام يقول لك من حق القوي أن يسترق الضعيف، أنت قوي تتمكن من أي إنسان تملكه. الإسلام ألغى هذا، قال لما يصير الاسترقاق يختص بحالة واحدة فقط، الأسرى. إذا استعر القتال بين المسلمين وبين الكافرين وأصر الكافرون على القتال،
ندعوهم للإسلام فلا يقبلون، ندعوهم للمعاهدة بيننا وبينهم تصير معاهدة لا يقبلون. إذا لم يقبلوا لا الإسلام ولا المعاهدة فإذا انتصرنا عليهم وأسرنا منهم هذا الأسير هو الذي يسترق. إذا لا يجوز الاسترقاق في مطلق الأحوال، الاسترقاق فقط في حالة واحدة وهو وقوعه أسيرا بعد القتال الضاري بين المسلمين وبين الكفار. شرع الإسلام الكثير من الطرق لتحرير الرقيق، ومنها إذا استرق صار رقيق. طيب إذا صار رقيق يعني ماكو علاج إليه؟ لا أكو علاج إليه. ليش ماكو علاج إليه؟ الإسلام وضع أنواع من العلاج يستطيع العبد أن يحرر نفسه من خلال عقد المكاتبة والتدبير. هناك عقد فقهي اسمه المكاتبة أو التدبير، من خلاله العبد يدفع قسط، يدفع مبلغ معين على أقساط، وبهذا المال يستطيع أن شنو؟ أن يحرر نفسه. هذا علاج. علاج آخر وضعه الإسلام سهم من الزكاة. اقرأ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يعني ايش معنى في الرقاب؟ يعني انت تدفع زكاة، سهم من الزكاة لأجل عتق العبيد يروح. يعني الإسلام نفسه يساهم في عتق العبيد، الإسلام بنفسه يساهم في عتق العبيد بأخذ سهم من الزكاة وجعل ذلك السهم مخصصا لعتق العبيد. ثم جعل 25 مورد لتحرير الرقبة باعتبار هؤلاء العبيد رقبتهم راح تكون بيد الموالي. فالإسلام جاء وجعل ما يقارب أكثر من 25 مورد لتحرير الرقبة. إذا مثلا أفطرت شهر رمضان متعمدا، عندك عبد حرر العبد. إذا فعلت كذا مثلا، قتلت خطأ عندك عبد حرر العبد. فجعل الأشياء الذي يبتلى بها الإنسان في حياته كثيرا ما، جعل قبال ذلك عتق الرقبة من حيث الوجوب. كان الرقيق قبل الإسلام ملكا لسيده جسدا وعقلا وفكرا، وعندما جاء الإسلام حدد أن الرقة يتصل بالعمل الجسماني لا بالفكر والعقل، فالرقيق يعمل لسيده ويطيعه في حدود هذا العمل، ولكنه حر في تفكيره إذ يعتنق الدين الذي يرضيه. اعتبر الإسلام الرقيق متساوين كآدميين بعد أن كان أهم المفكرين في العالم آنذاك سواء أفلاطون أو أرسطو يرون أن الرقيق ليسوا آدميين، فحرم أي ممارسة من شأنها المساس بكرامة العبد وإنسانيته، وألزم المالك بالمعاملة الحسنة القائمة على الأخلاق الإسلامية. أنت تعال شوف سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في ظاهرة الرق، كيف كانت سيرتهم مع ظاهرة الرق؟ النبي أعتق صفية بنت حيي بن أخطم وهي جارية، أعتقها وتزوجها. تزوج جويرية بنت الحارث وهي أمه. النبي جعل بلال ابن رباح مؤذن وهو رق. عمار بن ياسر جعله في علية الصحابة وهو رق. سلمان الفارسي قال عنه النبي: سلمان منا أهل البيت، وهو رق. كل هؤلاء كانوا عبيد، حررهم الإسلام ورفعهم إلى مقامات عالية. تجي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين كان كل سنة يشتري بأموال مجموعة من العبيد
ويهذبهم ويعلمهم ثم يعتقهم لوجه الله. تجي إلى مجموعة من الأئمة، شوف الإمام الرضا مثلا كما يروي عنه ابن الصلت، كان إذا وضع المائدة، إذا يخلي المائدة يجمع العبيد يخليهم وياه على المائدة، فقال له بعضهم بعض أصحابه: يا أبا الحسن، لو عزلت لهؤلاء السود خليهم هم مائدة وإحنا مائدة، لا يأكلوا ويانا في صحن واحد، لو عزلت لهؤلاء السود مائدة. تفت إليه الإمام الرضا قال: ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. أنت أعظم من هذا، تدري أن الإماء يعني العبيد أمهات الأئمة، أم الإمام الكاظم، أم الإمام الرضا، أم الإمام الهادي، أم الإمام العسكري، أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أمهات هؤلاء الأئمة كانوا شنو؟ كانوا جواري إماء، فهي جارية أما يتزوجها إمام معصوم وتنجب شنو؟ إماما معصوم. أكو أعظم من هذا؟ إذا تعامل الإسلام مع الرقيق معاملة اللطف، معاملة الحنان، معاملة الإكرام والإحترام. ألغى الإسلام المفهوم السوداوي للرق، وارتقى به من الوضع المأساوي غير الإنساني من ملكية البدن والفكر واستعبادهما إلى الولاية والمسؤولية والحقوق المتبادلة بين السادة ومواليهم، وضيق مصادر الاسترقاق وسد منابعه ووسع مخارجه ومصارفه، وأعطى للرقيق حقوقا تضمن لهم الحياة الآمنة الكريمة. وحيث أنه كان ينبغي أن ينتهي الرق منذ القرن السادس الهجري، وذلك بعد جهود الإسلام التي بذلها في هذا المجال، ولكن عدم التزام حكام تلك العصور بأحكام الإسلام أدى إلى بقاء هذه الظاهرة، وفي عصرنا الحاضر عاد الرق في صور أبشع مما كان عليه قبل الإسلام. فبينما العالم يحتفل بالعقد الثاني من الألفية الثالثة، حيث عصر التكنولوجيا والفضاء والعلم والتطور والحريات والحقوق، لا زال هناك ما يزيد عن 45.8 مليون عبد لا يعرف أحد عنهم شيئا، يعيشون في مختلف بقاع الأرض، حيث الذل والمهانة والانتهاكات الممارسة ليل نهار، والتي لا تفرق بين عجوز وشاب، رجل وامرأة، طفل وشيخ.